بعض الأمثلة العملية التطبيقية حول اختلاف العلماء. كنا قد تحدثنا منذ حلقات مع الدكتور متولي متعكم الله الصحة والعافية دكتور عن أسباب اختلاف العلماء منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، وحتى دنيا الناس. والليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن مثال تطبيقي فيما اختلف حوله العلماء، وهو التيمم. هل التيمم ضربة أم ضربتان؟ نعم شيخي الكريم، صفة التيمم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. نعم، نواصل بفضل الله سبحانه وتعالى الأمثلة التطبيقية التي تبين لماذا يختلف أهل العلم في المسألة. صفة التيمم، اختلف أهل العلم في صفة التيمم. فريق قال إن صفة التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وفريق آخر بل إن قال إن صفة التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. الذين قالوا إن صفة التيمم ضربتان الحنفية والشافعية، والذين قالوا بل إن صفة التيمم ضربة واحدة هم المالكية والحنابلة وعامة أهل الحديث. لماذا يختلفون إذن؟ لورود أدلة في المسألة تؤيد ما ذهب إليه هذا الفريق وتؤيد ما ذهب إليه الفريق الآخر. ولننظر في المسألة، نجد أنه ورد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه والحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله في مهمة ما، ثم إنه أجنب ولم يجد ماء فأراد أن يتيمم، فتمعط في التراب، أي تمرغ في التراب هكذا بجسده. هكذا ظن التيمم. طالما الماء يغمر جميع الجسد فقاس قياسا عقليا، وقياس صحيح لو لم يوجد نص. إذا كان الماء يغطي جميع البدن إذن التراب هو البديل، فالبديل يقوم مقام المبدل عنه مبدل منه. فهو غطى تمعط كده وتمرغ في التراب، فلما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وصف له فقال إنما كان يكفيك هكذا ضربة. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة في التراب ونفض يديه، ثم مسح كفيه ومسح وجهه عليه الصلاة والسلام.